حيث لا يكون رمضان لا يكون قرآن، وإنما القرآن لكل الأشهر ولكل الأزمنة ولكل الأحوال في رمضان وفي غير رمضان. وإنما المزية في رمضان أن رمضان مدرسة لتعلم القرآن أحكامه وحكمه والتخلق بأخلاقه. حتى إذا خرج رمضان كان الإنسان قد تخلق بما يكفيه من الخلق الذي به يستطيع أن يعيش مع القرآن حياته كلها. هذا القصد إذن من جعل رمضان شهرا خاصا بالقرآن، أي أنه موسم للتدارس، موسم للتخلق بالزاد الذي يجعل العبد قرآنيا بالمعنى الإيجابي لكلمة أو لوصف قرآني. ولذلك أحسب أن أزمة الأمة التي تعيشها اليوم، مؤسسات وأفرادا وجماعات، شعوبا وقبائل إلى غير ذلك مما تتألف منه هذه الأمة، وقد تأزمت في كثير من جوانب أمرها، ومن ذلك هذا الانهيار المتتالي المتتابع الذي نشهده يوميا لقيم الإسلام داخلها على المستوى الاجتماعي كما نراه مع الأسف. هنالك تمزق اجتماعي رهيب تعيشه الأمة اليوم فيما يتعلق بقيمها وفيما يتعلق بكثير من الأحكام التي تجعل هذه الأمة أمة إسلامية بما للكلمة من معنى. إعادة ترتيب أوراق الأمة كما يعبرون، إعادة تشكيل عقلها أيضا كما يعبرون، إعادة بنائها من جديد لن يكون إلا بالقرآن الكريم، لأن به انبنت أول مرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله جل وعلا يبني الأسس الأولى لهذه الأمة من فرض وفرضين وثلاثة وهلم جرا حتى كانت الأمة، إنما كانت المادة التي يبني بها واللحمة التي ينسج بها إنما هي القرآن الكريم. لهذا إذن لا ملجأ لنا ولا منجأ لنا إلا بهذا القرآن وإلا في هذا القرآن العظيم. لكن السؤال الذي يعني كثيرا ما يتردد هو كيف يمكن أن نجعل القرآن لنا مخرجا لأحوالنا الفردية والجماعية؟ يعني أنت في نفسك، في مشاكلك الخاصة، في أحوالك، دواؤك، علاجك، مخرجك من ضيقك وحرجك، كل ذلك موجود في كتاب الله جل وعلا، فيه تجد الدواء الخاص بك ولك. كأنما هذا القرآن إنما نزل لك لا لغيرك، كأنما هذا القرآن إنما نزل لك ليعالج قضاياك وحدك، وكل من نظر فيه بهذا المنهج الذي سنبينه بعد قليل بحول الله يحسب كأنما القرآن نزل له بما كان للقرآن من فعالية وبما كان له من تأثير عجيب غريب على الأنفس الفردية وعلى أيضا النسيج الاجتماعي، يبني المجتمع ويربط بعضه ببعض ويركبه تركيبا متينا قويا يقوى أمام الأعاصير والزلازل الثقافية والإعلامية، بحيث يحصنه القرآن بما يكفيه للصمود بل للتأثير على الآخر، كأنما هو عصا موسى التي يلقيها أو إذا ما ألقاها على الحبال والعصي التي ألقاها السحرة فإذا بها تصير كما صارت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فآنئذ حينما يلقى القرآن على هذه الأباطيل يتلقفها أيضا كما تلقفت عصا موسى حبال السحرة وعصيهم. المنهج الذي ينبغي أن نتعامل به مع القرآن الكريم إنما هو المنهج نفسه الذي ذكره الله في كتابه. مفاتيح القرآن موجودة في القرآن، وأيضا عمليا وتطبيقيا موجودة في سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن في حاجة إذن إلى عودة جماعية للقرآن الكريم، ثقافة القرآن، كلمات القرآن، آيات القرآن، أحكام القرآن، حكم القرآن، كل هذا وما في معناه ينبغي أن نعود إليه، ينبغي أن نعيد تداوله فيما بيننا حينما نستطيع، وحينما يصير من الطبيعي تداول القرآن الكريم في الأمة
وتصير الآيات كأنما هي تمشي بين الناس، ويتنافس الكبار والصغار وسائر الأصناف وسائر الطبقات وسائر الشرائح الاجتماعية في التعامل مع القرآن الكريم. حينما ترى مثل هذه الحال فأبشر بأن النور قادم وبأن الفتح قريب. والرسول عليه الصلاة والسلام أول عمل بدأ به إنما هو كان الاجتماع على كتاب الله، إنما كان الاجتماع على كتاب الله جل وعلا تدارسا، تلاوة وتدارسا. ولم تكن آنئذ في أوائل المرحلة المكية، لم تكن الآيات ولا الصور بالأمر الكثير، كان هنالك شيء قليل من القرآن قد نزل، صور قصار وآيات قلائل. ومع ذلك بهذا اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام فربى نفسه وربى أصحابه الذين كانوا معه. والحديث النبوي الشريف الجامع لهذا المعنى والذي يمكن أن يجعل منطلقا للطريقة أو للمنهجية النبوية للتعامل مع كتاب الله، الحديث المشهور الصحيح المتداول بين كثير من الناس، والذي مفاده قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا الحديث العجيب الذي يعطينا صورة عما يرشد إليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعطينا أيضا صورة عما كان هو عليه وأصحابه، لأنه لم يكن يرشد إلى شيء لا يعمله، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يرشد إلى ما كان يصنع من سنن وأعمال وبناء يبني به هذه الأمة التي ما زلنا نعيش بركات أو على بقايا تلك البنايات الأولى وعلى بركات ذلك البناء الأول الذي بناه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنالك حديث آخر أيضا في الصحيح يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، يصور لنا فيه طريقة الصحابة الذين كانوا يشتغلون بكتاب الله كيف كانوا يتعاملون معه، وهم الذين سماهم القراء، حيث كان كثير من أصحاب الصفة وهم الصحابة الذين كانوا يسكنون المسجد من بعد الهجرة، لأن عددا منهم لم يجد له مأوى، فكانوا يسكنون لفترة معينة المسجد النبوي، فكانوا يحتطبون بالنهار ويجتمعون بالليل يتلون القرآن يتدارسون، هكذا قال أنس رضي الله عنه يصفهم، وقال: وكنا نسميهم القراء. وكانت لهم قصة طويلة بحيث استشهدوا في أمر أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وهو تعليم بعض القبائل العربية الدين، فغدروا بهم وقتلهم جميعا، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قانت على القبيلة التي غدرت شهرا أو ما يقاربه، كان يدعو عليهم بما عليه الصلاة والسلام يعني آسف وحزن على وفاة هذه النخبة من أصحابه الذين هم القراء أي العلماء المربون أو الربانيون. فإذن اجتماعهم نقف عند الشاهد هو أنهم كانوا يجتمعون بالليل يتلون القرآن يتدارسون أو يتدارسون. ونحتفظ بعبارتين ها هنا: الاجتماع والتلاوة والتدارس، يجتمعون بالليل أي بالمسجد يتلون القرآن ويتدارسون. وهذا هو الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور قبله: مجتمع